شونه عينهم. اوكي كليبسيلا. كليبسيلا هي نورمال جات فلورا ان انتستن، يعني هي ايضا من ضمن النورمال فلورا. بالنسبه للديفينيشن لها، هو عندنا هي جرام نيجاتيف كوكا باسيلاي، ولذلك هي شويه تختلف عن الايكولاي بانه هي تكون شورت اند بلامب. هي كابسوليتد نان موتايل، وايضا هي عندنا ميوكويد لاكتاس فرمنتر كولونيز ان اون ماك كونكي. السبيشيز اللي هي موجودة بالنسبة للكليبسيلا هي عندنا كليبسيلا نيموني، كليبسيلا اوكسيتوكا، كليبسيلا اوزني اوزاني، وعندنا الكليبسيلا راينو سكليروماتاس. طبعا احنا اهم شيء هي عندنا اللي راح ناخذها اللي هي تكون مرضي، رجاء طلاب خاصة جامعة FCC، ترى راح يمكن راح اطلع من عنده، زين سووا ميوت حتى نقدر. طبعا كليبسيلا نيموني هي البكتيريا اللي تسبب عندنا النيمونيا، وتسبب ايضا يورينري تراكت انفكشن. الباثوجينيسيتي اوف كليبسيلا نيموني، طبعا اهم شيء هي الامراض اللي ده تسببها هي بولمونري انفكشن، اللي هي راح تكون نيومونيا، وتكون نوع النيومونيا هي لابر، يعني تاخذ تقريبا فص كامل من اللنج. عندنا طبعا هي عندنا هنا البلمر انفكشن او النيمونيا هي هاي فيتاليتي، ايضا هي تكون ان ذا ميدل ايج اور اولدر بيرسون وذ ميديكال بروبلم لايك دايابيتس ميليتس الكوهوليزم، وايضا عندنا الكرونيك برونكيو بلموناري ديزيز. ايضا راح تكون تسبب اكستنسيف نكروسز وهيموريج، وهذه هنا راح يكون تقريبا السبيوتم هو thick and mucoid and brick red sputum. يكون current jelly-like. في بعض الأحيان تكون تسبب أمراض تكون يسموها extra pulmonary infection. ال extra pulmonary infection يعني هي خارج الجهاز التنفسي، وهي مثلا تسبب المننجيتس وتسبب enteritis in infants. وايضا عندنا الامراض ايضا اللي تسببها هي اليوتي اي والسبتوسيميا، وهي تكون هذه لازم تنتبهوا لها هي ان امبورتنت كوز اوف نوزوكوميال انفكشن. نوزوكوميال انفكشن معناها اسمها هوسبيتال اكوايرد انفكشن. السلام عليكم دكتوره. وعليكم. ما ادري اذا تسمعيني او لا، بس بالاف سي سي ماكو اي صوت نهائيا يعني. اوكي هسه نشوفه. واحد من عندكم يجاوبني. اي نعم دكتوره. نعم دكتوره. فاذا ذكرنا بانه هي من ضمن المسببات المهمه بالنسبه للنوزوكوميال انفكشن اللي هي هوسبيتال اكواير انفكشن. اللابراتوري دايجنوسيس بالنسبه للكليبسيلا مثل ما ذكرنا على حسب السايت اوف انفكشن، فناخذ هو السبيسمن، هو احنا راح يكون عندنا اليورين والسبيوتم او نيزل سكريشن، راح يكون ممكن ناخذ بانه سواب او بلاد سامبلز. الكلتشر راح يكون ايضا على البلاد اجار والمكونكي، هي لاكتوس فرمنتر وهي راح تكون ميوكويد. الايدنتيفيكيشن تيست بالنسبه للبايوكيميكال بالنسبه للانفيك هو نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، والتربل شوجر ايرون اجار راح يكون عندنا هي اسيد وغاز، وهنا اهم شيء راح يكون هنا بالنسبه لليوريز هو بوزيتيف. هذه فشي بسيط بالنسبه للكليبسيلا. ناخذ السالمونيلا، ذكرنا بان السالمونيلا هي جرام نيجاتيف فاكولتاتيف رود شيب بكتيريا بيلونج تو فاميلي انتيروبكترياسي. السالمونيلا هي تكون لايف ان
intestinal tract of warm and cold blooded animals. يعني هنا بأدوات الدم البارد والحار وكل تقريبا المايكرو اورجانيزمز تكون هي تصيبها السالمونيلا. اللي ان هيومن سالمونيلا ار ذا كوز اوف تو ديزيز كولد سالمونيلوسيس. يعني هنا هي كل الامراض اللي هي سببها السالمونيلا اسمها سالمونيلوسيس، لكن هي عندنا اهم مرضين هي اللي موجوده هي الانتريك فيفر يسموها او التايفويد فيفر، هذه تكون نتيجه البكتيريال انفيجن تو بلاد ستريم. وعندنا المرض الاخر اللي سببه هو الاكيوت غاسترو انترايتس، وهذا هنا هي تكون هي فود بورن انفكشن، وممكن تكون هي التوكسين اللي تفرزها وتسبب انتوكسيكيشن. كلاسيفيكيشن بالنسبة للسالمونيلا راح يكون عن طريق مثلا التصنيف اللي كان بالنسبة للسي دي سي سنتر اوف ديزيز كنترول. راح يكون عندنا تو سبيشيز بالنسبة للسالمونيلا، هو عندنا سالمونيلا انتراتيكا وسالمونيلا بونغوري. طبعا هذه الانتراتيكا هي فيردر ديفايدد انتو 6 سب سبيشيز، وطبعا هنا تتقسم الى السيروتايبس، وهذه السيروتايبس تقريبا على حسب الانواع، وهي اعداد كبيره جدا من سالمونيلا انتراتيكا تقريبا لحد 2004 هي وصلت الاعداد بالنسبه او السيروتايبس هي 2541 نوع. طبعا هذه التصنيفات السيروتايب مثل ما ذكرت لكم بالمحاضره السابقه هي على اساس الترتيب بالنسبه للبروتينز او ستراكشرز بالنسبه للاو والاتش انتيجين. فاحنا عندنا الانواع بالنسبه للسالمونيلا انتروتيكا اللي هي سالمونيلا سيروتايب او سيروفار تايفيميوريا، طبعا عندنا ايضا سالمونيلا سيروتايب انترايتس، سالمونيلا سيروتايب تايفي، سالمونيلا سيروتايب باراتايفي، وايضا عندنا سالمونيلا سيروتايب كولري سويس. سالمونيلا انتروتيكا يعني هي اكثر الانواع اللي هي احنا بتهمنا اللي هي سالمونيلا انتروتيكا سيروتايب تايفي والسالمونيلا سيروتايب، طبعا احنا عندنا ايضا باراتايفي، لكن مجازا هو شيء يسموها هو سالمونيلا تايفي. طبعا هذه بالنسبه للكلاسيفيكيشن. دكتوره لا في دكتوره. نعم صباح الخير. صباح النور دكتوره. الطلاب بالاف سي سي ما عندهم صوت. والله انا يعني ايش قد احشي ودا اقول الصوت ومدى يطلع، ما اعرف شنو المشكله ليش. مع العلم انا فاتحه الصوت بي وهذا زين، ما ادري هسه انا قبل شويه كنت بالاف سي سي ماكو صوت. يعني تدري صار لنا يمكن راح تخلص المحاضره وفوق النص ساعه اكثر، انا عندي مشكله بالاف سي سي ما اعرف ليش الصوت ما يطلع. يمكن تقريبا على الاف سي سي هم داخلين 84 طالب وكلهم ما اعرف شنو المشكله. يعني هسه انا الصوت انا حتى يعني انا واضح موجود بس ما اعرف، يعني حتى مايكروفون ما بيميوت، بس هم لهم لانه من دي يدخلون وهذه رد يصير عندنا اصوات، فسويت لهم لهم ليكتشر ميوت. All participants are unmuted. هسه دي يسمعون طلاب دي يسمعون. اي دكتور اي دكتور هسه يلا وصل زين. اوكي هسه المحاضره دي تشوفوها يعني طلاب الاف سي سي ده تشوفوها؟ لا دكتورة ما ده تشوفوا؟ دكتورة في شاشة سوداء بس بدله. ده تشوفون؟ لا دكتورة ماكو، بس ده هي تطلع الدكتورة المحاضرة. اوكي بس رجاء طلاب لان اني من دا افتح هذه انتم اصواتكم فانتم كلكم سووا ميوت.
بس خلي اشوف من هو هذا الصوت بيظهر بالمحاضرة. فهنا عندنا بالنسبة للكلاسيفيكيشن بالنسبة للسالمونيلا تعتمد على السيرفس انتيجين، وهذه بالنسبة ل خاصة احنا نصنفها على اساس هذه الاو والاتش انتيجين. سالمونيلا تايب في سيرو تايب هو دائما هي نيجاتيف فور سايمون ستريت غاز فروم جلوكوز اسيتيت يوتيلايزيشن ايضا. طلاب يعني جماعة الجوجل ميت رجاء رجاء سووا ميوت. المورفولوجي بالنسبة لجرام العفو للسالمونيلا هي جرام نيجاتيف رود انكابسوليتد، ما عدا عندنا هي السالمونيلا تايفي هي تكون كابسوليتد. طبعا هي انسبوريوليتد وايضا بها عندنا بيريترايكوس فلاجيلا، فاذا هي اكيد راح تكون هي موتايل. الكلتشر بروبرتيز هي اير ايروبيك ان ايروبيك فاكولتاتيف، طبعا هي ان ايروبيك فاكولتاتيف بكتيريا جرو ايزيلي اون سيمبل كلتشر ميديا، مثل ما قلنا هي نون فاستيديا، ولكن في بعض الاحيان حتى نريد نعزلها، فاذا هي المفروض نضيفها الى سلكتيف اور ديفرنشال ميديا، ولازم تكون بها هي البيلياري سيلز حتى وايضا بها اللاكتوز حتى نشوفها بانه هي لاكتوز نيجاتيف، فاذا هي نون لاكتوز فيرمنتر، وبها هي البايل سولت، فاذا هي راح تنمو فقط عندنا السالمونيلا سالمونيلا بكتيريا. البايوكيميكال بروبرتيز مثل ما ذكرنا هي موتايل، هي لاكتوز نيجاتيف اسيد اند غاز فروم جلوكوز مانيتول سولت اند سوربيتول. الاندول راح تكون هي نيجاتيف، الميثيل ريد تيست هي بوزيتيف، البوغاس بروسكور هي نيجاتيف، الستريت هي بوزيتيف، طبعا احتيادي راح تكون على السايمون ستريت اجار ولذلك هي تكون بوزيتيف. اللايسين دي كاربوكسيليز بوزيتيف يوريز نيجاتيف، الاتش 2 اس برودوسد فروم ثايوسلفيت، هذه مهم طلاب يعني هي من ضمن الكاركترستيك بالنسبه للسالمونيلا. طبعا عندنا بالنسبه للفينيلالانيلين والتريبتوفان دي امينيز تكون نيجاتيف، والجيلاتين هيدروليسيس هي نيجاتيف. طبعا عندنا السمول كولونيز ممكن ايضا تبروديوس اتش 2 اس. طبعا طلاب هذه انتو اهم شيء اللي ذكرته هي اللي الاندول والفيغاس بروسكور والميثيل ريد والستريت، هذه احنا ذكرناها بالاول سلايد، واهم شيء عندنا بانه تشوفون من هي السلكتيف ميديا بالنسبه للسالمونيلا. الابيديميولوجي طبعا بالنسبه للسالمونيلا هي تكون بريزنت ان ماني كانتريز، وهذه طبعا اهم شيء عندنا هي سالمونيلا انتريتيز انترايتس، هذه طبعا يسموها the third most commonly reported form of food poisoning، يعني هي من اهم مسببات التسمم الغذائي هي السالمونيلا. طبعا ايضا هي السالمونيلا هي من ضمن الزونوتيك ديزيز، يعني هنا هي من الامراض الانتقاليه اللي تنتقل بين الانسان والحيوان، وخاصة هي البولتري يعني هي الدواجن، ونشوف بأنه دائما هي التسمم بأكل لحوم الدجاج هي اللي راح تكون source of infection. الأذر source of infection مثلا عندنا الميلك برودكتس الفود الووتر، هذه كلها contaminated with animal feces or urine، ولذلك راح تكون هي ضمن source of infection وهي من ضمن zoonotic disease. مثل ما ذكرنا عندنا السالمونيلا عندنا مرضين مهمة هي اللي تسببها، هي عندنا الانترايتس التهاب الأمعاء، وأيضا عندنا هي الانتريك فيبر أو التايفود فيبر.
فبالنسبة للإنترايتس شو راح يكون، أو مثلا هو الفود بويزنينج، راح يكون عندنا بعد الانجستشن اوف فود أو درينكينج كونتامينيتد ووتر وذ سالمونيلا، بعد تقريبا 8 إلى 48 ساعة راح يكون تبدي الأعراض بالنسبة اللي هو الانتيروكولايتس. تبدي بدايتها هي النوزيا والبوميتينج وابدومينال بين والدياريا، وممكن هنا تكون مختلفة من تكون مايلد تو سيفير. سم كيسز راح تكون بها هي الفيفر والهيدك والتشيلز. طبعا هنا السالمونيلا انترايتس هي راح تكون لاست اباوت 5 دايز، لكن ممكن يكون في بعض الأحيان إذا يكون بها severe loss of fluid and electrolyte ممكن تتحول إلى life threatening infants in infants and elderly patients. المرض الثاني المهم اللي هو الانتريك فيفر، أو يسموها عندنا التايفويد فيفر. طبعا هنا راح تكون الانكيوبيشن بيريد مالتها هي 7 to 14 days after ingestion of salmonella. البيشنت راح يكون هي ديفلوبمنت بالنسبه للسيمبتومز، السيمبتومز مالت التايفويد تبدي من الانوركسيا والهيدك والابدومينال بين، وبعدين عندنا الفيفر اب تو 40 سنتيجريد. الدايجنوسيس بالنسبه للسالمونيلوسيس كبصورة عامة هي راح تكون أول شيء تحتاج عندنا البكتيريولوجيكال ايزوليشن اوف اورجانيزم، يعني المفروض احنا عندنا عزل لهذه البكتيريا. طبعا هنا العزل على أساس عندنا الكلينيكال سبيسيمن. اللابراتوري ايدنتيفيكيشن اوف جينس سالمونيلا المفروض هو راح يكون دان باي بايوكيميكال تيست، والسيرولوجيكال تايب راح يكون على اساس السيرولوجيكال تيستينج، يعني معناها بانه انا اول شيء اعزل اول مره ازرعها، بعدين اشخصها كجينس هو سالمونيلا اللي هو باي بايوكيميكال تيست، ولكن السيروتايبس اريد اعرفها على اساس السيرولوجيكال تيست، يعني معناها بانه انا عندي الانتيجين السيروتايبس هم مصنعي شركات خاصة على أساس الـ H والـ O انتيجين، وأجي هنا أنا أخذ من هذا الشخص هو السيرم، لأنه هو على أساس التعرض لهذا الانتيجين راح يكون هو الانتيبوديز اللي راح يكونها، فلذلك أنا راح أشخص هو السيروتايبس. السبيسيمن اللي ناخذها حتى نزرع المفروض هو مثلا بيسز إذا كان انترايتس، إذا كان مثلا انتريك فيفر ناخذ البلاد او اذر سبيسيمن، وراح يكون بليتد اون سيفرال نون سيلكتيف ان سيلكتيف اجار، يعني عندنا النون سيلكتيف مثلا هو البلاد اجار المكونكي، لكن عندنا السيلكتيف اللي راح تكون مثلا ايوسين مثلين بلو بزموث سلفايت، او عندنا الميديا الاخرى اللي يسموها سالمونيلا شيجيلا اجار او هيكتوين أجار. طبعا هنا السالمونيلا شقلة معناها تضبط كل انواع البكتيريا اللي موجوده بالسبيسيمن، ما عدا تبقى عندنا هي فقط السالمونيلا والشقلة، وبعدها احنا نميز بين السالمونيلا والشقلة بخطوات اخرى. وطبعا عندنا هي البيزموث سلفايت ايضا هي من ضمن السلكتيف ميديا، لانه احنا عندنا هي قلنا البكتيريا هي تنتج H2S. التريتمنت بالنسبه للسالمونيلا، السالمونيلا عندنا ماني دراج اوف تشويز، ولكن ذكرنا اهم شيء هو راح نسويه هو السنسيتيفيتي تيست حتى نشوف الدراج اوف تشويز. من ضمنها هي اللي يستخدموها هو الترايمثابرين، يستخدمون الامبيسيلين، يستخدمون عندنا الاموكسيسيلين، هي البيست تشويسز. عندنا السيبترياكسون والسيبوتوكسين for person with an infection in a specific organ or tissue اللي هو راح تكون مثلا عندنا invasive disease. التريتمنت المفروض هي with expanded spectrum اللي هي عندنا سيفالوسبورين is recommended until it is known if its bacteria is susceptible to one
of the more commonly used antibiotic listed above. يعني هنا المفروض احنا نضيف هذا هذه الا اذا كان مثلا تكون resistance ل other antibiotic المفروض نضيف هذا الانتيبايوتيك. التريتمنت المفروض يستمر فور 4 weeks. بحالات عندنا الانتريك فيفر اللي خاصة اللي هي سالمونيلا تايفي انفكشن التريتمنت المفروض عندنا فور 40 دايز از ريكومندد. طبعا هنا الاعتماد بالنسبة للسبيسيفيك تريتمنت بالنسبة للانتيبايوتيك يعتمدون على السسبتبلتي اوف بكتيريا اند ريسبونس تو تريتمنت. طبعا هذه المحاضرة هي مختصرة بالنسبة للسالمونيلا. إن شاء الله إذا يعني أكمل بالنسبة لمحاضراتنا للأذر بكتيريا، وإن شاء الله على الأسبوع القادم نكمل على الشيجيلا وبعدها شلون نميز بين الشيجيلا والسالمونيلا، وأيضا السيرولوجيكال تيست نشرح في شيء بسيط شلون يشخصون بالنسبة للسالمونيلا أو التايفود فيفر على أساس السيرولوجيكال تيست اللي هو أهم تيست المفروض تعرفوه هو الويدال تيست. شكرا جزيلا. اليوم هذه محاضرتنا مختصرة على قدر اللي هو الساعة، وإن شاء الله نكمل ب مو الأسبوع القادم، الأسبوع بعده، لأن الأسبوع القادم دكتورة داليا تكمل وياكم. الطلاب راح ننزل لكم الرابط.